هذا البرنامج برعاية بنك بروة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد في مربحة. رغم المميزات التي تكتسبها الصكوك الإسلامية فإنها لا تخلو من إشكالات ومخاطر عدة، منها المخاطر القانونية حيث أن كثير من القوانين التي تحيط بالصكوك وقوانين وأنظمة وضعية، مما يجعل الكثير من المواد لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التقرير التالي والتفاصيل. تأتي الصكوك الإسلامية أبرز ما يكون من منتجات الصناعة المالية الإسلامية، حيث شهدت تلك الصكوك نموا استثنائيا في السنوات السبع الأخيرة حتى أصبحت الشريحة الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي. ورغم المميزات التي تكسبها الصكوك الإسلامية فإنها لا تخلو من إشكالات ومخاطر عدة، منها المخاطر القانونية، حيث إن كثيرا من القوانين التي تحيط بالصكوك قوانين أنظمة وضعية وتقليدية، مما يجعل الكثير من موادها لا تتوافق مع أحكام الشريعة. وهناك أيضا المخاطر الشرعية، حيث يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص المؤسسات المالية الإسلامية، لذلك فإن مخالفة أحكام الشريعة في أي فترة من عمر الصك تؤدي إلى أضرار تختلف باختلاف المخالفة ودرجة خطورتها. وصور المخالفة للشريعة كثيرة، فكل هيكل من هياكل الصكوك له ضوابطه الشرعية التي تعتبر مخالفتها من المخاطر التي يجب دراستها وكيفية الحد منها وطرق مخالفتها. وتبرز أهمية الصكوك الاقتصادية في أنها تعد من الأدوات التمويلية الهامة لتنويع مصادر الدخل وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات والحكومات التي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، فهي تلبي احتياجات الدول في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما أن الصكوك تقدم أسلوبا جيدا لإدارة السيولة، تستطيع به المصارف والمؤسسات المالية أن تدير به سيولتها، بالإضافة إلى أنها وسيلة للتوزيع العادل للثروة، حيث تمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بالربح الحقيقي الناتج من المشروع بنسبة عادلة. اعتبر الدكتور خالد الخطيب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن تدني أرباح شركات التأمين التكافلي يعد أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أن غايات هذه الشركات بالأساس اجتماعية وليست ربحية. وأضاف الخطيب أن على شركات التكافل القيام بدراسات متأنية لبحث سبل زيادة الأرباح، مؤكدا أن السوق المالي الإسلامي ليس عميقا بما يكفي لتوظيف سيولة شركات التأمين التكافلية. اولا بالنسبه للاستنساخ هذه شويه ليتل بت اود، يعني لانه نظام التكافل كان موجود قديما وهي من جاءت من المناهده، وهي مبنيه على على المشاركه وليست على الربح. اصل الفكره اتس نوت فور بروفيت اورجانيزيشن، يعني هي للربح للكفاله وللتعاون في المجتمع، غايتها منا ربحيه. فما فينا نقارنها توتالي بالاسلاميك بانكينج. الاسلاميك بانكينج هي مؤسسات تبغي الربح، وبالتالي التنافس فيما بينها هو لإنشاء برودكتس تؤمن الربحية وتؤمن الهدف من إنشاء المؤسسة. إنشاء شركات التكافل غايتها اجتماعية تكافلية مش ربحية. هلا إذا حصلت أرباح بتجي هذه الأرباح في الدرجة الأولى للمساهمين اللي هن البوليسي هولدرز، وبالتالي طبيعي أن لا ترى هذا الربحية العالية طبيعي في شركات التكافل الإسلامية. يمكن تلاقي الجروث كبير بوقت الريتيرن منه الجروث تبعه هو نفسه الجروث تبع السورس اوف فند، لأنه اشتراك الناس ومحبتهم لأن يتكافلوا فيما بينهم وإيداعهم أو تبرعهم لهذه الشركات بكثرة ونمو هذا التبرع هو أقوى من النمو الناتج عن استثمار هذه التبرعات في different products. دكتور كيف يمكن لشركات التأمين التكافلي أن تنمو في العدد وتزيد إذا كانت يعني غير هدف للربح؟ من هم طبيعة المستثمرين الذين سينشئون شركات للتأمين التكافلي غير مهتمين بتحقيق الربح يعني أساسا؟ عم أقول لك هي الفكرة من وين نشأت. الفكرة نشأت هي التكافل، التكافل في تحمل المخاطر التي قد تحصل للإنسان أو المشاكل، يعني this is a sort of mitigation of risk أو coverage of different type of risk. هي هذه هي الفكرة. فأصل الفكرة منا ربحية. هلأ ممكن الفكرة منا ربحية تكون مربحة إذا تمت إدارتها بطريقة جيدة، يعني الاستثمار في الموضوعات أو في الأماكن أو في
في المنتجات التي تعطي فائضا أو أرباحا جيدة وعلى مدى طويل, يعني سستينبل, تكون سستينبل دائمة, أرباح دائمة لمدة من الزمن, ويكون المخاطر مدروسة بالأكتواريال الأكاونتينج, يكون معمول بطريقة جيدة بطريقة أنه يضل في نمو حتى في العائدات. هذا يلزم له دراسات متأنية وعميقة, ويلزم له سوق, وسوق بمعنى وجود الانسترومنتس. نحن اللي بنعرف انه الماني ماركت عندنا والكابيتال ماركت بالاسلاميك بانكينج يلي هي يعني وسيله من وسائل تنميه الفند اللي موجوده بالتكافل, بعدها بالنسبه نحن بنعرف انه في عندنا مشكله بالاسلاميك بانكينج بالليكويديتي, بالشورت تيرم ليكويديتي, في عندنا مشكله يلي هي ما عندنا ماني ماركت, ديب ماني ماركت مثل الكونفنشنال بانكس لعده اعتبارات شرعيه مش لاعتبارات هذا. متى توصلنا الى حل هذه المعضله, اظن انه هذا سيؤثر ايجابا وسريعا على التكافل. طيب ذكرت انها شركات يعني هي للصناديق للمشاركة وليست للربح. هناك بأصل تأسيسها, بأصل تأسيسها التطبيق مختلف. يعني على سبيل المثال هي مشاركة, لكن حامل بوليصة التأمين اللي هو المؤمن في شركة تأمين تكافلي المفترض ان هو يتحمل تبعات خسارة هذا الصندوق او ربحه. يعني المفترض ان لو صندوق التأمين التكافلي خسر فحتى المؤمن العميل العادي سيتحمل جزء من هذه الخسارة, واذا ربح هذا الصندوق, صندوق التأمين التكافلي, سيصيب ربح. هذا لا يحدث. هلا حدوثه أو عدم حدوثه هذا له عوامل كثيرة. يعني نحن تكلمنا اليوم في الاجتماع عن أهمية الكوربريت جوفرنس, الإدارة الرشيدة, قديش مهم أنه يكون في إدارة جيدة, قديش مهم يكون في ريسك مانجمنت, يعني يكون في ريسك اسسمنت, يكون هذه الإدارة على علم وعاملة توقعات, عندها احتياط. نبقى في إطار الحديث عن التأمين التكافلي, لكن هذه المرة من جانب الشركات, حيث قال فادي الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين التكافلي في البحرين, قال إن أداء شركات القطاع دون المتوقع, مشيرا إلى أن قطاع إعادة التأمين التكافلي غير متوفر بالكامل. وأكد الخطيب أيضا أن شركات التكافل في البحرين تعاني من تدني الربحية, والمنافسة تصب في صالح شركات التأمين التقليدية. بعض شركات التأمين التكافلية below the expectation, يعني أقل من التوقعات بالسوق, في عندها طموح أنها تكبر, بس المشكلة العائق الأساسي هي المودلز اللي عم تستعملها بتخيل, والعائق الثاني هو إعادة التأمين. بالنهاية قطاع إعادة التأمين للشركات التكافلية غير متوفر بالكامل, معظمها بترجع بتعيد تأمينها بشركات conventional عادية, إن كان بألمانيا ولا ببريطانيا ولا بأي دولة أخرى, وبالتالي هيدا بيخلي فيه restrictions عليها, عدا عن الربحية اللي لم تثبتها بجدارة إلى الحين. وبالنهاية بزنس التأمين التكافلي ولا conventional هدفه أنه يربح, ما في حدا بيعمل investment ما بيأمن له عائد, وبالتالي إذا ما في عائد it will not work. يعني واللي شفناه بالسنوات الأخيرة أو نتائج أعمال شركات التكافلية لم تكن ممكن مشجعة جدا للمستثمرين لحتى يتوسعوا أكثر بهالمجال. مشان هيك نعتقد أنه بعد الconventional insurance هو المسيطر على قطاع التأمين بالمنطقة. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع, نتمنى أن نلقاكم الأسبوع المقبل وفي الموعد نفسه مع حلقة أخرى. وللتواصل معنا حول الاستفسارات والتعليقات الرجاء المراسلة على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcarabia.com, وللإطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية وأيضا التطورات في القطاع المالي الإسلامي زوروا موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com, وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا على المتابعة, إلى اللقاء.